الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم وتصادر 24 مبنى للفلسطينيين في الضفة الغربية بدعوى الافتقار إلى رخص البناء خلال الأسبوعين الماضيين، وفق تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وبيّن التقرير أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 23 شخصا من بينهم 11 طفلا وإلحاق الأضرار بأكثر من 1200 آخرين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم الأحد فلسطينيين من محافظة الخليل وتقتحم عدة مناطق بمدينة القدس. رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت يقول إن نقل الأموال بالحقائب إلى قطاع غزة انتهى وكل شيء سيتغير. وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل ارتفاعا في الإصابات الخطيرة بالطفرة الهندية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية. موقع تويتر يكشف عن قيامه حاليا بتطوير أدوات تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنهم مشاهدة تغريداتهم، بما في ذلك أداة تقصر إمكانية رؤية التغريدة على الأصدقاء الموثقين فقط، مع عرض تغريدات المدرجين على هذه القائمة دائما في مقدمة التغريدات التي تظهر على صفحة المستخدم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.